أعتقد أنني أحسست بعنف كهذا. لا أعتقد أنني أحسست بعنف كهذا. رجل يصرخ في مداخلي، رجل يصرخ في سلالمي، رجل يصرخ في شوارعي، ويحط الزرق إلى الثأر. لا أعتقد أنني أحسست بعنف كهذا. فقد ابنه الأول البريء، قتله قاطعة تلقي زحل ترشيش. وبعد 3 أشهر مع البيجين، قتل ابنه الثاني. لا يعتقد أنه أحس بعنف كهذا. ليس منهم بريء، ليس من مسلم بريء. لا أعتقد أنهم حسوا بعنف كهذا. غضون ساعتين قتلوا 300 بذريعة الحوية. من أمامي مركزي إلى مدخل المرفأ، من ساحة شهداء إلى شركة الكهرباء. فلتسقط المفاوضات مع دمشق وتهدئة القيادات.